السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم إن شاء الله حنتكلم عن اختصارات التحاليل الطبية ومعانيها، طبعا بعض منها، وده يعتبر الجزء الرابع. حقلت لكم روابط الأجزاء اللي فاتت، اللي هو الأول والثاني والثالث، في صندوق الوصف. طيب نبدأ أول حاجة بسم الله بالليفر إنزيمز. طيب أولا حاجة، طبعا في فرق بين الليفر إنزيمز والليفر بروفايل. لما يكون مطلوب لي ليفر بروفايل، اللي هي بتكون في تحاليل بالإضافة للليفر إنزيمز. الليفر بروفايل بيشمل لي مثلا عندي التوتال بروتين، عندنا الألبيومين، الجلوبيولين، بالإضافة للبايلروبين التوتال والدايركت، طبعا الاندايركت، طبعا بالإضافة لشنو؟ الليفر إنزيمز زي ما قلنا. أما لما يكون مطلوب لي ليفر إنزيمز فقط، اللي هو بتكون عندي الإنزيمات بتاعة الكبد، اللي هي زي ما شايفين قدامنا، اللي هو عندنا الـ ALT والـ AST والـ ALB والـ GGT. طيب هنشوف أي اختصار فيهم، يعني لي شنو أول اختصار هو ذات نفسه بيرمز لشنو، وكمان الاستخدام بتاعه أو متين بيطلب. طيب عندنا حاجة الـ ALT، طبعا اختصار لألانين ترانس أمينيز، ألانين ترانس أمينيز. طيب الـ ALT يعني هو ديتكت او سبيسيفيك للليفر ذات نفسها. ليه؟ لانه في بعض الانزيمز بنلقاها انها موجوده ليا في الليفر، وكمان موجوده ليا في اماكن ثانيه، مثلا عندنا زي الاي اس تي بيكون موجود في الليفر، وكمان بيكون موجود ليا في الهارت او اللي هو القلب. خلاص، فبمعنى كده انه الاي اس تي هو ما حيكون سبيسيفيك للليفر. ليه؟ لانه الزياده فيه يعني بتعني انه ممكن تكون في مشكله في القلب، ممكن تكون في مشكله في الكبد، فعشان كده هنا هو ما سبيسيفيك للليفر. خلاص. طيب اما الاي ال تي يعني هو مين اللي بيكون موجود ليه في شنو في الليفر، فعشان كده هو بيعتبر من الاختبارات او من الانزيمز السبيسيفيك لشنو اذا في ليفر ديزيز او في اي مشكله في الكبد. طيب الاي اس تي اختصاره اللي هو اسبارتيت، او هي اختصار لاسبارتيت امينو ترانسفيريز. اسبارتيت امينو ترانسفيريز اي اس تي زي ما قلنا هو بيكون موجود ليا في الليفر، ولكن حتى في الليفر بيكون موجود بكميات ضئيله او بسيطه. ومين اللي بيكون موجود ليا؟ وين؟ في الهارت. فبمعنى كده انه هو سبيسيفيك، او يعني في أغلب الأحيان بيطلب لما تكون في مشكلة، أو بيكون زايد لما تكون ليه في مشكلة في القلب. طبعا أكيد ما من فحص واحد إحنا خلاص بنشخص إنه مثلا المريض عنده مشكلة في القلب أو في الكبد، فأكيد بتطلب معاهم تحاليل تانية. طيب عندنا الـ ALP اللي هو الألكلاين فوسفاتيز، الألكلاين فوسفاتيز طبعا بيكون موجود ليا كمان عندنا في الليفر وفي ال ار بي سي. خلاص، فهو بيطلب كمان من ضمن التحاليل اللي هي اللي ممكن نشخص بها، ولكن ما بيطلب ليا كفحص كده الحال وانا اقدر اشخص به انه اذا فعلا في مشكله او لا. طيب اخر حاجه عندنا من الليفر انزيمز اللي هي الجي جي تي. الجي جي تي اختصارها جاما جلوتامايل ترانسفيريز، جاما جلوتامايل ترانسفيريز. طيب الجي بي تي هو في الغالب اللي هو الناس اللي بيكون بتناول الكحول، او اللي هو الكحوليست. خلاص، طبعا بيؤدي لليفر سيروزس، لمشاكل كثيرة في الليفر. فهنا كمان يعني الزيادة لما تكون فيه في الجي بي تي برضه هو ديتكت لأنه في مشكلة في الليفر. نيجي اختصارات تانية عندنا زي التيومر ماركر. خلاص، واللي هي دلالات الأورام. طيب عندنا أول حاجة وأول مثال الـ PSA. PSA اختصار لـ Prostate Specific Antigen، طبعا اللي هو ده هنا تشخيص لسرطان البروستات. طبعا واضح. خلاص، وعندنا الـ AFP اللي هو الألفا فيتو بروتين، ألفا فيتو بروتين لسرطان الكبد. خلاص، اللي هو الليفر كانسر. طيب عندنا CEA اللي هي دي للماركر، مثلا اذا يعني اذا كان مطلوب CEA 15 او 25، طبعا اي واحد فيهم بيكون عنده او هو يعني بيكون بيشخص لي نوع من انواع السرطانات، اذا كان سرطان الثدي او اذا كان سرطان في
في مضايق او غيره خلاص، ولكن هو اختصار يعني للتعبير ذات نفسه كله، اللي هو سي اي او سي اي اي، اللي هو كارسينو امبريونيك انتيجين، كارسينو امبريونيك انتيجين. تمام. طيب نجي اخر حاجه عندنا الاميونولوجي تيست، او اختبارات المناعه. عندنا سي ار بي، سي رياكتيف بروتين، طبعا اختبار معروف اللي هو في حالات بيكون زاد في حالات الانفلاميشن، الناس اللي عندهم انفكشن خلاص. والار اف اللي هو الريماتويد فاكتور، كمان الناس اللي عندهم مشاكل بتاعة روماتيزم روماتويد وغيرها. والاي ان اي اللي هو الانتي نوكليار انتي بوديز، نوع من انواع الفحوصات اللي هو بيشخص لي الناس اللي بتكون عندهم مشاكل بتاعة اجسام مضادة او مناعة ذاتية. عندنا زي الاس ال هي اللي هم ناس السيستميك لوبيوس إريثروميتس خلاص. يعني أغلب الناس اللي بتكون عندهم مشاكل بتاعة مناعة ذاتية، اللي هو بيستخدم لهم اللي هو التحاليل عندنا زي الريماتويد والـ ANA خلاص. طبعا الـ CRP اللي هو للحاجات بتاعة الانفلاميشن أو الانفكشن بصورة عامة. بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، لغاية ما نتلاقى إن شاء الله في فيديو تاني نكمل فيه وباقي الاختصارات.